الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الحدود، باب من نفى رجلا من قبيلته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، رجل شيبة صاحب المصنف، قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون من ثقات الأثبات، لو رأوا جماعة وثقوا أحمد وثقوا ابن معين، وقال أبو حاتم: ثقة إمام في الحديث لا يسأل عن مثله. قال حدثنا حماد بن سلمة، عن سلمة جليل القدر النبيل، كان شديدا على أهل البدع، لذلك قال علماؤنا: من رأيته يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين. وحول الإسناد وقال: وحدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الزهري من ثقات الأثبات، رواه الله الجماعة. قال حدثنا سليمان بن حرب، هو الأزدي المكي، قال أبو حاتم: إمام من الأئمة، قال نسائي ثقة مأمون. وحول الإسناد وقال: وحدثنا هارون بن حيان، هارون بن حيان قال ابن أبي حاتم صدوق ثقة. قال أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري، قال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عقيل بن طلحة السلمي، قال أبو حاتم صالح وثقه ابن معين. قال عن مسلم بن هيثم، ابن حبان ذكره في الثقات، نعم. قال عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ولا يروني أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس رضي الله عنه يقول: لا أوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدت ابن كنانة إلا جلدت الحد. هذا الكلام على مسألة أن والحديث أصلا حديث يعني حسن، وإحنا تكلمنا فيه قبل ذلك في هذا الباب على من انتسب الغير قبيلات الغير، وأن هذا كفر، وقال: جلدت الحد، وجعل فيه حدا، فقد وسعنا القول في هذا الباب الذي بعده. طبعا في قولي: لا نقفو أمنا، يعني لا نرميها بالقذف، قال: ولا ننتفي من أبينا، وهذا هو أصل الباب على ما قلنا: من انتسب الغير أبيه، نعم. الذي بعده قال المصنف رحمه الله: باب المخنثون. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أنبأنا عبد الرزاق، هذا نعم، نعم. قال أخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع بشر بن نمير، حسن وعندنا بشر، أنه سمع اللي هو ابن إيش؟ الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، هذا قال العلماء من على الأقل أنه من الثقات، وبشر بن نمير هو الكلام عليه، لو سمحت. هذا نعم هو آفة الحديث، هو بشر بن نمير. بشر بن نمير قال البخاري: منكر الحديث، وهذه أثقل ما تقال في راوي، منكر الحديث، نعم. قال مضطرب، وأيضا قال ابن معين: ليس بثقة، يعني أكثر العلماء الجرح والتعديل على أنه متروك، وأنكروا حديثه، لذلك هذا الحديث ضعيف جدا. أنه سمع مكحولا يقول إنه من ثقات الأثبات، إنه سمع يزيد ابن عبد الله أنه سمع صفوان ابن أمية قال: كنا عند رسول الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عمرو بن قرة فقال: يا رسول الله، إن الله قد كتب علي الشقوى، فما أراني أرزق إلا من دفي بكف، إلا من دفي بكفي. يعني هو زي المغنيين الآن اللي هم اللوامع، النجوم اللوامع. بص انظر كيف أنه سامع يقول فيه، مع أن الحديث هذا فيه ضعيف جدا لوجود بشر بن نمير، لكن هناك ما يثبت ذلك. الإنسان قال: لو اتخذوا القنات يخسف فيهم. فشوف هنا الآن يعلون جدا النجوم هم المغنيين والمغنيات، وهذا ترى علماءنا من الفقهاء يقولون: ومن انشغل بمثل ذلك
كان من الفساق وعمله دنيء وكسبه خبيث. الآن هو إيش؟ يعيش في رغد، في علو، في رفعة، وهو نجم السماء. نعم. فما أراني أرزق إلا من ضفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة ولا نعمة عين، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله طيبا حلالا، فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم عني وتب إلى الله. أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا، وحلقت رأسك مثلة، ونفيتك من أهلك، وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستثر من الناس بهدبة كما قام كلما قام سرع. حديث ضعيف جدا جدا لبشر بن نمير، كما قلنا فيه بعض، أنا عارف كما قلنا فيه بعض ما يعني أجزاء جاء شرع بها، لكن هذا الحديث برمته لا يصح. يبقى أن نشير إلى إشارات في مسألة الضرب الوجيع للمغني والمغنيات، والآن هم يرتفعون، وهذه من علامات الساعة. قال وسلم: بين هذا الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن والخائن الأمين، وينطق الرويبضة. وأيضا فيها أن هذا الرزق حرام، لأن سلم حرمه، وفيها الرد على الجبرية، لأنه قال: هذا الذي رزقني الله، قال: كذبت عدو الله، رزقك الله طيبا، وأنت اخترت الحرام، وأنت اخترت الحرام. مثلا هذه فيها دلالات على حرمة الغناء واستعمال الغناء ومكسب الغناء، لا سيما أن سلم قال بينهم لما اتخذوا القينات وضربوا على الدف: خسف الله بهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع الجراح الرؤاسي، قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه، هشام بن عروة ثقة ثابت، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، أو يدلس قليلا، وكما قلنا حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. أبوه هو عروة بن الزبير، من الفقهاء السبعة، وهم من الثقات الأثبات من أهل الديانة والعلم. نعم. قال عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. شوف، هذا ختام الحدود بفضل الله الرفيع عليه. والكلام على المخنث هو هنا هذا الحديث العظيم، يعني أن سلم لما سمع من المخنث، المخنث من المخنث؟ المخنث الذي يتكلم، يسير سير النساء ويتكلم بكلام النساء، تراه يتسكع يتقصع، وتراه يلين جدا عندما يتكلم، هذا المخنث. وهو على طبقتين: طبقة هذه سجية فيه، اللي هي كما يقولون هرمونات الأنوثة عالية جدا عنده على هرمونات الذكورة، والآخر هو الذي يتصنع ذلك، والذي يتصنع ذلك مذموم آثم ولا بد أن يعذر، بل ممكن يقام عليه الحد في هذا الباب إذا أن بلغ حدا. وأما الأول فلا، ولا يكون مذموما. وهذا الأول هو الذي لا أرب له في الرجال، هو الذي يقصد به الحديث هنا، الذي لا أرب له في النساء، أعتذر، الذي لا أرب له في النساء، يكون مخنثا لا أرب له في النساء، ولذلك كان يدخل على النساء والنساء لا يحترزن منه، لأنهن يعلمن أنه لا أرب له في النساء كما في الآية. لكن لما دخل سلم وسمع المخنث يقول لعبد الله بن أمية من أبي أمية: إن يفتح الله الطائف دللتك على امرأة تقبل بأربعة وتدبر بثمانية، طبعا عكن البطن والظهر، وهو بتكلم على الأرداف، يعني رجل تغلغل بالنظر على المرأة في مواضع المفاتن. فلما قال ذلك قال سلم: أخرجوهم من بيوتهم. وأن سلم في ورقة أخرى قال: عدو الله، إنك قعرت النظر فيها، أو غلغلت النظر فيها.
في هذا دلالة أنه يعلم مواطن الجمال، والذي يعلم مواطن الجمال لا يصح المرأة أن تتكشف عليه بحال من الأحوال. فأمر النسان بنفيه وأمر به أن أخرجه إلى العوالي أو أخرجه إلى مكان بعيد عن المدينة، ونهى بيوتات أهل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيوتات عامة أن يدخلنا مثل هذا المخنث الذي ينظر بنظر الشهوة للمرأة ويعرف ويعلم مواطن الجمال في المرأة. لكن هو الكلام هنا، هل هناك حد المخنث؟ قلنا إن كان يتصنع وإن كان يصنع ما يصنع فعل يفعل ما فعله قوم لوط فهو كما فصلنا قبل ذلك في حده في هذا الباب على الخلاف بين العلماء في القتل ديمومة أو في التفريق بين الثيوبة بين البكارة، وإن كانت كما قلنا سجية فيه حرمات الأنثى الغالبة، وهذا رجل لا يعرف ومخنث مشكل، إذا أشكل هل هو رجل أو امرأة فهذا لا إثم عليه. وهذا الذي يشكل إذا كان يعني لا يعرف امرأة أو رجل وجاء الطب فتدخل فجعله إلى جانب يعني إلى جانب من الجانبين صح ذلك، إلى جانب من الجانبين صح ذلك. الفوائد المستنبطة: حرمة الغناء، حرمة المال المترتب على الأخذ من الغناء، أيضا في ذلك احتراز النساء من المخنثين، احتراز النساء من المخنثين. أو قل هذه ما تعتبر فائدة، الفائدة سد الذرائع، سد الذرائع، لذلك قال أخرجوهم، قال أخرجوهم.